يهضرت في ملائمة الطبع، معنى الطبع السليم. الطبع السليم ينفر من السلوكات المنحرفة، ينفر وتقبلها أكلها ماشي هكا. ولكن ما إلا الطبع اللي لم يعد سليما صار فيه انحراف يتقبل كل شيء. ثورة غاساكيلو قاديت روماركينا كاين ثورة كل شيء نورمال نورمال إذ قرا غروم نورمال في رمضان يا خت ولا ماشي تبذير قدرون أتنطقا كاين نورمال كل شيء يغال نورمال أين إلا النورمال يغال نورمال أذي روح يوم ذي خمسة مغارة غال المظر ربعان الصبح ذي الطفل أتنطقا ماشي كيدي قافل كاين الفرحة سوف راس أبا نورمال أكي السهرة لما مازال ربعان ساعة الفجر أذي حبس الطفل روح شيني كردال في جرب بعد لا نورمال ذي لو طورو تاس الحوض لون كومبرما ذي خلال ميوزيك أفان يا خاكا أتنتقل سيندي لعني في الجنة قلي طوموبيلي أنا حر صافي عند الطبع السليم نورمال مو الطبع السليم أجي الطبع السليم ني غادي نحكيو ندوب السي ون يقولوا ذوني عدان يعني شي ساعه يا ربي 12 سنه يسد سي كندا غير ذاك اسلام يطفل فرز 12 قد مازال الزهر مكوثي مغاري وين اشكي انت اقشي شاكي ني سي بافاس الى قد لا بوليس خاطر غرسن سد لي ذي الكذوب وقال لك روح لكندا صراحه ني غدا كمشي الشكرغه اكيد لا وين قشاش لي سبونطاني سي قرايه الى قد لا بوليس باسكو جينا ديرونجينا غرسن ممنوع ديرونجي نكوني اكيد ديرونجي يرنا نورمال هكا انا ماشي هكا ما سوف ديوني حلقه شي نيسان ديباس الطبع السليم هو معيار ذكره المصنف ولكن السؤال الذي نطرحه لذلك فصلت هذه المسائل هل بقي الطبع سليما الخير مازال والحمد لله الخير مازال ولكن عند الانحراف ذاك قرن استقبالي يغلق قلمون سي ضر ما يغلق سي ضر دايل أتنتقض يروح كل شيء يروح أنت لي روبير يروح الميزان